ردود فعل واسعة أثارها اعتقال السلطات التونسية لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته التي وصفت بالتحريضية. فاستمرار الاعتقالات انتقدها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي، ليؤكد الاتحاد الأوروبي على المبدأ الأساسي للتعددية السياسية. وتصرح الخارجية البريطانية واضعة الاعتقالات في إطار تقويض مساحة التعددية السياسية في البلاد. مواقف دولية تزامنت مع أخرى في الداخل التونسي وإن كانت أكثر حدة. فالهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية رأت أن ما سمته سلطة الانقلاب تمعن بخيارها الاستبدادي في قمع المجتمع التونسي بجميع أطيافه السياسية وإسكات أصوات المعارضين، وهو ما أيدته جبهة الخلاص الوطني مشددة على مواصلتها نهج المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية والديمقراطية للبلاد على حد قولها. وفيما وصف الحزب الجمهوري التونسي ما يقوم به الرئيس قيس سعيد بالتصعيد، تتزايد المخاوف من الآثار المحتملة للاعتقال على الاقتصاد التونسي، لا سيما وأن السندات التونسية قد هوت بالأساس لمستويات منخفضة قياسية بعد حظر الاجتماعات في مقرات حزب النهضة، وسط تحذيرات قيادات حزبية في تونس من أن البلاد تسير بسرعة قصوى نحو منعرج خطير جداً يزيد من حدة الأزمة السياسية في البلاد.